بين هذول الفريقين في الموسم يعني فيرست كيك اوف. مية مية. يا سلام. مية مية. فيرست كيك اوف إلنا لليوم أكيد راح تكون الجيم ممتع وأكيد المتعة ما تكمل إلا بأصوات العذب المتواجدة معانا كل من نواف وأنس. استمتعوا متعونا. يعطيكم العافية. يعطيك العافية أخوي كيال. ابتدينا أعزائي المتابعين الجيم المنتظر صراحة في هذا الموسم في فصل الربيع جيم إنفينيتي وجيم رول ون. كلنا متحمسين نشوف إيش اللي ممكن يصير. بداية جدا رائعة من اللاعب كيلرز. يا سلام عليك يا كيلرز. شوف الباس كيف من محسن. لكن كيلرز قدر انه يسدد ويجيب الهدف الاول. هذا جيم منتظر. هذا جيم حماسي نواف من الكل بلا اي شك. الكل يبغى يعرف ايش ممكن تيم انفينيتي يقدم امام رول ون خصوصا بعد هزيمته لتيم الفالكون ووجود تيم الفالكون في اللور براكت. الان بداية واستفتاحية اكثر من رائعة الفريق رول ون من اللاعب كيلرز. سسبكت وصل ملعب معاه أوفا في التدخل السريع لكن تغطية حاضرة من رول ون. سسبكت الآن مرة أخرى مستمر في الضغط والهجوم. يا سلام يعدي محسن تمرير الأوفا حاتم جلاها لكن تسديد أوفا برضو كانت فوق العارضة. لا مرتدة سريعة. سسبكت في الدفاع حاضر بالتغطية والتركيز في تخليص هذه الكرة. أوفنباير لحاتم لكن تتخلص الآن من روص. حاتم ضاغط بشكل كبير الآن من الزاوية. أوفا بالتغطية والتكفيل والتسكير عند محسن. الآن تدخل سريع من جميع الأطراف لكن يتفوقون رول ون في الاستحواذ على هذه الكرة. تروح الحاتم وسسبكت تسديد على المرمى. يا ساتر. بعد ما استحوذ عليها رول ون راحت الاستحواذ بشكل سريع من تخليصة الرواص لحاتم. حاتم بعدها مررها لسسبكت اللي سددها وخطفها أمام جميع المدافعين. حتى رواص في الدفاع ما كان في وضع مناسب للدفاع وتخليص الكرة. شيء غريب صراحة. هدف الآن لكل الطرفين. تعادل ما بين إنفينيتي ورول ون. بداية رائعة من كل الفريقين لك. الآن رد سريع من اللاعب رواص. دبل أسطوري من على الباك بورد بشكل احترافي بعد الكيك أوف. يعني عليك يا رواص. هدف أكثر من رائع يوسع فيه الناتج الآن ويغير مجريات المباراة بشكل جدا سريع. ما أمدى إنفينيتي أصلاً يفرحون بالتعادل. جاهم الرد بعد الكيك أوف بشكل سريع. الآن الكرة مع سسبكت. محاولة بعد الكيك أوف سريعة منه لكن تدخل كيلرز قدر أن يوقف فيه الكرة. الآن محسن من على الزاوية بلا أي بوست عذراً يحاول. الآن عند حاتم هذه فرصة كبيرة لكن بلا أي بوست يختار أنه يتراجع ويسيب الهجمة اللي كانت أكثر من رائعة والفرصة اللي كانت أمامه تضيع بهذا الشكل. سسبكت الآن طيران يعدي من المدافع الأول يبلك روس لكن الكرة متجهة للزاوية ما بين أوفنباير وما بين كيلرز. كيلرز الآن مع الكرة فليك رائع. يا عيني عليك يا عيني عليك يا رواص. كيف استلم الكرة بشكل رائع وسلس من كيلرز. محاولة الآن لهجمة مرتدة. سسبكت يعني عليك البلوك هذه عالية على حاتم. يا سلام يا أوفا. يا سلام يا كيلرز. تمدح مين تخلي مين. دفاع عند رول ون مو طبيعي وتغطية ولا أروع المساحات المفتوحة. حاتم الآن في المحاولة. محسن عالية جدا ترجع للدفاع عند أوفا. تدخل من كيلرز لكن الكرة ما زالت والاستحواذ عند فريق إنفينيتي بشكل كبير. توصل الآن مرة ثانية عند محسن من على الزاوية. سسبكت رواس 50-50 نازل أمام المرمى. هذه خطيرة يعني عليك يا أوفا. من على الباك بورد يقدر يخلصها. هنا في دبل من محسن. يا ساتر زاوية ضيقة. حاتم ينقذ مرمى إنفينيتي. يا عيني عليك يا حاتم. من أمس وإحنا نشيد بدفاعات هذا اللاعب الأسطوري من إنفينيتي. فعلا فعلا يستاهل صراحة كل المدح على الدفاعات ودخلاتها جدا رائعة إلى الآن. تمركزات جميل لكن هذا ما يكفي. حاليا هم متأخرين بهدف أمام رول ون فيحتاجون يحولون هذا الدفاع إلى هجوم زي ما دائما نذكر يا أنس. فرصة الآن في نص ملعب لإنفينيتي. تدخل من رواص على أوفا لكن تروح الكرة لمحسن. محسن تمريرة عالية إلى كيلرز. الحالة كيلرز رايح للدبل تاب زاوية ضيقة لكن جلا. الآن محسن في عند الكرة لكن تروح عند رواص. كرة فوق السيارة رايح لفليك لكن قاعد يشتت دفاعات إنفينيتي بطريقة جيدة الصراحة لكن قرأوا الكرة هذه بالطريقة الصحيحة عند أوفا. الآن الكرة كانت أطول مما يظن عند كيلرز. الآن فليك على المرمى وهدف. يا السلام عليك يا كيلرز. أمام مدافع وحيد قدر أنه يستغل هذه الفرصة اللي أتت له صراحة على طبق من ذهب بعد ما استغل الكرة وحولها للدريب الأرضي. سسبكت انحط بموقف جدا صعب أمام كيلرز. صعب انك تدافع على كوره بهذا الشكل. كان عنده خيارات كثيره وعديده واتخذ افضل
قرار ونفذ الكرة بشكل جدا سريع، نفذ التسديدة. الآن من الزاوية عند روس تحوذ عليها الاير دريبل، لكن ساسبكت يقفل عليه، ترسد الكرة من الأرض تروح الجهة الأخرى عند أوفا، أوفا الحالة بالطيران حاول يروح دبل، حاتم الآن تسديدة فوق العارضة ممكن دبل، يا ساري التسديدة لكن محسن بالسيف كانت على المرمى، لكن محسن سبق لها من بدري. محسن غير معقول اللي سواه بري جمب، وقرأ كرة حاتم قبل ما حتى يسددها. أوفلا من الزاوية بنش لكن ما جت بالطريقة المطلوبة، كيلرز ريست يخلص الكرة بطريقة صراحة بارعة ومهارية. الآن روص تسديد على المرمى، محسن معه على طول من السفت ترتد الكرة، لكن سسبك لها بالمرصاد والتخليص من حاتم. الآن تدخل وجلة من كيلرز، كيلرز فوق المرمى ممكن يسوي ريدركت ينزل أمام المرمى، لكن أوفا على طول بكل سرعة يخلص الكرة بوقت قياسي، تروح الجهة الأخرى الآن مرتدة سريعة، لكن روس بالدفاع حاضر وموجود أقل من 40 ثانية الآن، 3 أهداف مقابل هدف وحيد عند إنفينيتي في الجيم الأول في البيست أوف 7 في نهائي دور الفائزين. وصراحة كل اللاعبين قد يقدمون أفضل ما عندهم، لكن صراحة تحدي صعب اللي هم أمام فريق إنفينيتي أكيد وبلا شك. رول ون عندهم خبرة كثيرة، خبرة كبيرة في هذه النهائيات بحكم الصولات والجولات اللي استفادوا منها في الفترة الأخيرة، الكثير من النهائيات حضروها والكثير من البطولات نالوا شرف الفوز فيها، فأكيد هذا الشيء راح يكون له أفضلية بالنسبة لرول ون. إنفينيتي يمكن بيكون شوي صعب إنهم يحققون هذا النهائي، لكن ما في شيء مستحيل، ما في شيء مستحيل. كيلرز الآن بالهدف الرابع وسع فيه الفارق على الثانية الأخيرة، ونقدر نقول جي الجيم الأول رول ون يتفوقون يا أنس بفارق الخبرة بفارق الجاهزية والاستعداد بالجيم الأول بشكل عام. ما قصر إنفينيتي لكن نتوقع منهم أكثر وأكثر في الأجيام الجاية. بالضبط، الآن على نهاية الوقت رول ون في الجيم الأول من سلسلة بست أوف 7 يحصلون على 4 أهداف مقابل هدف بشكل مخيف صراحة، لأنه فريق إنفينيتي كان مؤدي أداء أكثر من رائع في بداية المباراة، لكن بدأوا يتراجعون من ناحية الهجوم من ناحية الضغط المستمر زي ما تشوفون الآن أمامنا الإحصائيات بعدد تسديدات 9 مقابل الجهة الأخرى متقاربة 8، يعني ما هو بالعدد الكبير، لكن ركز على كيلرز قدر يجيب هاتريك أسطوري يرفع فيه نتيجة المباراة بشكل واضح، صناعة كذلك من رفاقه، وفي الجهة الأخرى عندنا هدف واحد فقط من ساسبكت اللي تألق فيه من بداية المباراة. بعد الهدف الثاني لرول ون بدأت تنهال الأهداف على مرمى إنفينيتي بشكل جدا واضح. هذا هو الشيء الغريب، أنه كانوا ماشيين على نظام معين، نظام ماشي معاهم تمام، لكن تراجعوا من خطة الهجوم للدفاع، وهذا الشيء أثر عليهم بشكل جدا كبير. كذلك محاولتهم للضغط أو تخليصهم للكرة ما كان في صالحهم، بالأغلب يكون تخليص للكرة خاطئ يروح الاستحواذ رول ون، رول ون يستغلونه بشكل صحيح، باسن بلاي أو لعب سولو يحصلون فيه على أهدافهم. إنفينيتي من ناحية التخليص كان أداؤهم جدا سيء، من ناحية كذلك نتيجة المباراة هذا يعكس لنا أنه إنفينيتي في الجيم الأول بدايته كانوا بأداء عالي، وعلى منتصف المباراة بدأ أداؤهم بالتراجع. الآن كيك أوف للجيم الثاني من سلسلة بست أوف 7 ما بين إنفينيتي رول ون. رول ون الآن حصلوا على جيمهم الأول، وبكذا فارق النتيجة كان لصالحهم بشكل جدا كبير. حاتم الآن من على الزاوية حاول دبل أسطوري منه، لكن توجيه الكرة كان عند اللاعب كيلرز بالتصدي. أوفا يحاول الآن خطير أمام المرمى تتخلص من محسن. في الجهة الأخرى حاتم ما زال مستمر بالضغط 50-50 ما بينه وروس، لكن روس أعطى باس جميل لمحسن اللي قدر يخلص الكرة للزاوية الأخرى من المرمى وتوصل هذه باس أمام المرمى، يعني عليك يا روس، لكن حاتم موجود بالدفاع قدر أنه يتصدى لمثل هذه الهجمة والمناولة من فريق رول ون. خطير الآن محسن يفجر حاتم، يعرف أنه هو الخطر الأكبر، وهذه هي وهذا هو التفكير الصحيح في هذه الهجمة. محسن فجر اللاعب حاتم روس وبنقول تسديدة مع كيلرز، يا سلام يا سلام، صراحة لعبوها بالشكل الصحيح بالتخلص من اللاعب حاتم من الدفاع، لأن اللاعب حاتم لاعب جدا قوي من ناحية دفاعه. تعب رول ون، تعب تيم فالكون بيوم الأمس بشكل جدا كبير، هذه أمام المرمى خطيرة، لكن أوفا 50-50 خلصها بشكل جدا سريع مع الكرة، يعطي باس للمنتصف حيكمل مع مين يا ترى؟ الاعتراضة من فريق رول ون موجودة لتخريب مثل هذه الهجمة. ساسبكت عالية جدا
لكن القراءة والأروع يا عيني عليك روس بلوك كذلك أكثر من رائع. دي هجمات إنفينيتي، إنفينيتي كل ما يصلون للمرمى يكون التصدي جميل سسبكت من البنش الأرضي، لكن كيلرز من التخليص وترجع بهجمة مرتدة في الجهة الأخرى، تفجير لسسبكت والاستحواذ يرجع مرة أخرى عند فريق إنفينيتي. الآن نص الملعب عند كيلرز يمررها الأعلى، لكن أوفا بالتسبيق حاضر في قراءة هذه الكورة لسسبكت حاليا تسديد، لكن كيلرز حاضر في تخليصها بشكل سريع. وقت قياسي الآن من الزاوية، محسن في إبعادها تروح للمقدمة، لكن ما في أحد من لاعبين رول وان، ما في إلا سسبكت ينتظرها بكل هدوء. خلص الكرة الآن لإيردريب اللي يجيب الريستيت، يحاول يعدي روس، لكن روس في قراءة هذه الكرة تروح الجهة الأخرى عند محسن، تسديدة عالية مرتفعة حاتم، يا عيني يا حاتم قراءة كانت جميلة صراحة. سسبكت يفجر كيلرز، تتيح فرصة الآن ومساحة لحاتم في تخليص هذه الكرة. أوفا أيضا معاه على طول بكل استمرار، هجوم كبير الآن، فرصة لكن تتخلص من محسن. كيلرز بالريستيت يعطي وقت للرفاق أنهم يرسلون يأخذون وقتهم شوي، لكن على طول تسديد حاضر الآن من سسبكت، لكن بطيئة وواضحة بالنسبة للروس. محسن بالتخليص للروس، بريف لب الكيلرز، يا السلام العمل الجماعي اللي صار هنا، هذه تسديد على المرمى وهدف من كيلرز يا عيني. بعد موجود اي احد يقرا الكره هذه من الزاويه، لاحظ معي روس هنا بالبريف لب، والله جميله كانت. وبعد كذا كيلرز كان اسرع في قراءه الكره والتمريره من روس، ويستكملها بتسديده سريعه على مرمى انفينيتي بهدف ثاني، الان يوسعون فيها الفارق. دقيقتين واربعين ثانيه، وقت اكثر من كافي لعوده انفينيتي، لكن نحتاج نشوف منهم هجمات اخطر من كذا. هجماتهم خطيره لكنها بطيئه ومقروءه، ما هي اخطر شيء ممكن تشوفه منهم بكل امانه. نقدر نشوف التخليص سهل جدا للتخليص، انا راي الان ما شكله خطر يا عيني عليك يا كيلرز، الزاويه صعبه، روس يحاول مره اخرى، لكن اوفا قدر انه يدارك الوضع ويخلص الكره. الان محاوله من محسن للاعتراض، سسبكت اسرع بالتدخل، هذه عاليه يخسر فيها الاستحواذ، ومناوله من محسن ممتده طويله. في الجهه الاخرى حاتم موجود في الدفاع، لكن محسن ما زال مستمر في هذه الهجمه بشراسه، يتدخل على الكره ويحاول انه يبني فرصه لهدف ثالث. خطيره من فريق رولوان، الان ضغط جدا مستمر من منتصف الملعب، استحواذ كبير، فليك للمناوله، محسن ما قدر انه يدخل بالشكل السريع، كانت بطيئه نوعا ما. محسن الان يحاول تنزل عند كيلرز، هذه خطيره، باس باك للروس، يا ساتر، واضح الهدف، واضح البليسمنت حق الكره، واضح التمركز من اللاعب روس، كيف كان اكثر من رائع، قراءه وتسديده وهدف ثالث. قدروا رول ون بعد الضغط المستمر يحصلون عليه، بكذا يزيد الفارق بشكل جدا كبير، وتبدا تصعب هذه المرحله على انفينيتي، على حاتم اوفا وسسبكت اللي كنا متاملين ان نشوف منهم منافسه اقل شيء تكون مرهقة ومتعبة لفريق رول ون، لكن اللي واضح لنا إلى الآن أنه رول ون مخذين راحتهم بشكل أكبر، متقدمين من ناحية النتيجة، حصلوا على جيمهم الأول، جيمهم الثاني فارق النتيجة إلى الآن كبير بشكل غريب يا نواف. أنا ما أدري إيش اللي صاير لتيم إنفينيتي من أمس إلى اليوم، أو هل هو فريق رول ون اللي مسيطر؟ هذا بلا أي شك صحيح، لكن ما هو أداء إنفينيتي اللي بالأمس نهائيا، وأتوقع أنك تتفق معايا في هذا الشيء. أتفق معك فعلا، ممكن الآن رول ون صراحة، يعني دائما نتكلم عن أنه في وجود لاعبين أو فرق يكونون الكريبتونايت زي ما يقول كيالي، أو مثل ما نقول يعني يلعبون بشكل مضاد أمام فريق آخر. يعني إنفينيتي كان لعبهم مضاد للفالكونز وفاجأوهم، كان عندهم عنصر المفاجأة، لكن اليوم أتوقع أن رول ون داخلين باستعداد أكبر، وهذا هدف رابع من محسن الآن يوسع فيه الفارق أكثر ويثبت هيمنة وسيطرة رول ون في هذه المباراة. اللي أقصده أنس أكثر بالمختصر أن أمس إنفينيتي فاجأوا العالم كله، فاجأوا فالكونز، لكن اليوم رول ون مستعدين جايين، هم عارفين أن هذا الفريق لا يستهان فيه، هذا الفريق قدروا يفوزون على فالكونز، فلازم نستعد ونكون جاهزين أكثر. فهذا يمكن اللي فرق أكثر اليوم، إنفينيتي ما عندهم عنصر المفاجأة، لعبهم مقروء بالنسبة للرول ون، متوقع بطيء. حتى لدرجة أنك ذكرت أنت شيء أنه فجروا حاتم، رول ون فجروا حاتم، قاعد يتخلصون من اللاعبين لأنهم عارفين إيش ممكن يسوون بالدفاع إنفينيتي، فلازم يتخلصون من اللاعبين، لازم يحاولون أنه يفتحون المساحة والمجال. فهذه كلها تكتيكات واضحة بعد مباراة أمس ضد فالكونز. أنا أتوقع أن
رول 1 جهزوا اكثر بعد لإنفينيتي بعد ما شافوا المفاجاه اللي امس. فهذا اللي ابغى يعني درسوا، قصدك انهم درسوا المباراه مع تيم فالكون وإنفينيتي وقدروا انهم يعرفون فين نقاط الضعف ويستغلونها بالشكل الصحيح. ممكن مثل كذا بالضبط، او على الاقل نفسيا كانوا جاهزين اكثر. يعني ما استهانوا باللاعبين، يعني ما قالوا اوكي فريق، لا قالوا هذا فريق فاز على تيم فالكون فلازم ان يعني نكون جاهزين اكثر. وزي ما نشوف الاحصائيات مع بعض اعزائي المشاهدين، 3 تسديدات فقط من انفينيتي او 4 عفوا، لكن الصراحه 4 تسديدات كلها ما هي بذيك الخطوره، تسديدات على المرمى لكن تحسب على المرمى لكن بطيئه ومقروءه. اما بالنسبه للرول 1 عندهم 9 تسديدات تحسب لهم في صفهم، من التسعة هذه 4 أهداف مقابل لا شيء لإنفينيتي. أما من ناحية السيفز وإنقاذات المرمى 4 عند رول 1 و4 إنقاذات عند إنفينيتي وسيفز. يمكن أكثر شيء يحتاجون يركزون عليه إنفينيتي انتشارهم في الملعب. أنا ما أشوف أنه منتشرين وماخذين توزيع واستراتيجية الأمس بكل أمانة. يعني اللي شفناه منهم أمس ضد فالكونز كان فيه توزيع واضح وكان فيه دقة بالتمركز منهم. اليوم ما أحس أنهم مرة دقيقين بالتمركز الصراحة. أوفو سسبكت أحس فيه سوء تواصل بينهم كثير. حاتم ماسك دفاعه لكن مو متواجد هجوميا، في مشكلة عندهم في التواصل. بالنسبة لي أنا ممكن أن رول 1 زي ما قلت خلاص عرفوا نقطة ضعفهم واستغلوا هذه النقاط وبدوا يلعبون عليها وبدوا يعني يضغطون إنفينيتي من اليد اللي توجعهم. يعني إنفينيتي ما يلعبون بالشكل المناسب تحت الضغط الكبير اللي قاعد نشوفه من رول 1. بالضبط، أنا أتفق معك في هذا الشيء. كذلك أنا أشوف أنه صراحة يحتاجون فريق إنفينيتي أنهم يسرعون من تحركاتهم بشكل أكبر، لأنه ما في مواكب لسرعة لاعبين رول 1. رول 1 ماخذين راحتهم انتشارهم في الملعب بسبب سرعتهم، يقدر يدخل على الكرة، يقدر يبلك اللاعبين بشكل أسرع، يقراهم بشكل أكبر. إنفينيتي في الجهة المقابلة لعبهم في عشوائية عدم انتظام من ناحية الانتشار، مناولاتهم ضعيفة مقروءة بطيئة نوعا ما. كذلك تسديداتهم زي ما أنت ذكرت ما هي بالتسديدات الخطيرة على مرمى رول 1، سهلة جدا قراءتها، سهل جدا التصدي لها. بالناحية الأخرى رول 1 مستغلين المباراة لصالحهم، مستغلين هذه الثغرات بشكل جدا رائع وقاعدين يعكسون لنا هذا الشيء بنتيجة المباراة العالية إلى الآن في صالحهم. وابتدينا الجيم الثالث، الجيم اللي ممكن رول 1 لو حصلوا الفوز فيه يضعون إنفينيتي في منطقة الخطر. إنفينيتي إلى الآن ما شفنا منهم الشيء المبهر بعكس رول 1 صراحة، أداء عالي. تقدر تقول أول جيمين لهم كانت بالنسبة لتحمية لإنفينيتي، نشوف الآن دبل كوميت تخليص من سسبكت بملي روس خطيرة الآن تتخلص من محسن أو فامباير في القراءة والتسكير، يعني عليك بأس أمام المرمى يتخلص بشكل سريع من رول 1 من كيلرز تحديدا. توصل مرة أخرى المنتصف، محاولات من بداية المباراة من فريق إنفينيتي بدأ التحرك عندهم يصير أفضل بكثير، انتشارهم في الملعب، تغطيتهم على اللاعبين أفضل بكثير. يا عيني عليك يا أوفا يا ستيف، مجنون والله. لكن كيلرز يفجر ويعطي فرصة لروس، روس فيك لكن حاتم يقرأ بالشكل الصحيح، محسن تدخل على الكرة هذه خطيرة يا ساتر، تتخلص من أوفا بالشكل المطلوب. في عدائية بدأت تظهر مرة أخرى عند رول 1. رول 1 بدأوا يتأقلمون على حركات إنفينيتي السريعة من بداية المباراة، بدأوا يحاولون يقفلون عليهم وهذا الشيء قاعد يفيدهم للأمانة، لأنه إنفينيتي بدأوا يتحركون بشكل أفضل من ناحية انتشارهم، من ناحية المناولات، من ناحية التصدي. فممكن عدائية تكون مفتاح لكسر عزيمة إنفينيتي في هذه المواجهة خطيرة الآن. تسديدة لكن تخلص بشكل جدا سريع في المنتصف الآن عند كيلرز من على ستيلينج جابري 6، يعني عليك تأخر فيه لكن حاتم قدر أنه يقراه ويخلصه بشكل جدا سريع. هذا التدخل خاطئ من حاتم ممكن يكلفهم كثير. أوفا موجود لكن يتبلك خطيرة ما زالت أمام مرمى إنفينيتي من رول 1 عند محسن بالتحديد الآن تسديدة، لكن أوفا يقدر يخلصها وبكذا يخفف الضغط على مرمى إنفينيتي. ما أدري إذا ذكرت هذا الشيء أنس، لكن إنفينيتي طلبوا تايم أوت قبل بعد المباراة اللي أنتهت قبل شوي. فلو تلاحظ أدائهم، أنت تكلمت عن إن في تحسن في تطور بسبب إذا يعني هذا الشيء دائما نتكلم عنه اللي هو التايم أوت. أنا أتوقع إن التايم أوت والوقت المستقطع اللي طلبوه إنفينيتي قاعد يظهر ثماره. فهذا الشيء صراحة
مرة جميل اللي قاعد نشوفه الآن، تطور وتحسن انفينيتي بشكل واضح. ممكن تشوف هذا في الأول، لكن أوفر تقريبا ضيعوا بالنت أو المهرمة كان مفتوح لا، لكن التسديدة ما كانت بالشكل المطلوب من أوفر. الآن تقريبا نصف وقت المباراة مر إلى الآن بدون أي أهداف، ففي تحسن واضح في دفاعات انفينيتي عن المباراة السابقة والسلسلة بشكل عام. كان الأهداف عليهم أكثر من كذا، بوقت مبكر تأتي الأهداف. أما الآن أوفر في الهجوم في فرصة لكن سهلة ومقروءة بالنسبة لكنز، يخلصها بشكل سريع من نصف الملعب. الآن ساسبيك خلص الكرة وسط تمريرة طويلة المقدمة، لكن أوفن باير موجود لإبعادها الجهة الأخرى، تسديدة من محسن. الآن هذه المرة هدف تمركز، تمركز كان صراحة من حاتم ما كان بالشكل أو باتجاه المطلوب لتقليص هذه الكرة. محسن لعله فاجأهم جميعهم، وكانت تسديدة خاطفة منك يا محسن. هدف الآن مقابل لا شيء، وأخيرا شفنا هدف في هذا الجيم بعكس المباراة اللي راحت كانت الأهداف تنهال بسرعة على فريق إنفينيتي. أما الآن إنفينيتي في وضع أفضل، لو قدروا يستغلون هذه الفرصة بعد ما طلبوا تايم أوت ممكن أن يقتلون الحماس عند رول ون، ممكن أن يأثرون على رول ون ونفسيتهم، أو صعب ممكن رول ون الآن يستمرون بالضغط ويستمرون بالأهداف كانت خطيرة، لكن أوفا وقف الكرة وتصدى لها بشكل مميز. أحس أنه صعب أنهم يكسرون عزيمة رول ون، خصوصا أن رول ون الآن مرتاحين بجيمين متتالية. صحيح أنه أداء إنفينيتي جدا عالي، لكن يحتاجون يشتغلون كثيرا على تسديداتهم على هجومهم بشكل أدق. يعني إلى الآن هم صامدين، بس صامدين دفاعيا. رول ون ما هم قادرين يحصلون على هدف واحد، باقي دقيقة و 25 ثانية، لكن نبغى نشوف إنفينيتي في الهجوم، نبغى نشوف نتيجة منهم مرضية من ناحية الأهداف. محاولات الآن من اللاعب حاتم من على الزاوية، روس منتظر البوست، تخليص للكرة ممتد طويل عند روس مرة أخرى، يعني عليك هذه ممكن تكون هدف، يبلك أوفا من زاوية جدا ضيقة لكن بلا أي جدوى تتخلص الكرة بشكل جدا سريع. يعني عليك كيلر سينا بالتدخل، أوفا في المنتصف 50-50 يروح في الجهة الأخرى عند ساسبكت، طيران منه سريع لكن روس موجود، روس لها بالمرصاد، كيلرز كذلك في الدفاع، تتخلص سهلة جدا بلا أي تشكيل خطر من إنفينيتي أمام مرمرول ون، ترجع لهجمة مرتدة خطيرة. الآن ديمو يا سلام، إير دريبل بومب، محسن قدر أنه يحصل فيه على الهدف الثاني على آخر 44 ثانية. شوف كيف لمسة أكثر من رائعة له، لكن التفجير كان من كيلرز وليس من محسن. لعبت بشكل صحيح وبشكل رائع من فريق رول ون. الآن 2-0 44 ثانية، إنفينيتي بدأوا يتراجعون لناحية الدفاع بالضبط، هذا هو بشكل جدا واضح بشكل جدا كبير. أدى فرصة ومساحة فاضية ومساحة كبيرة بالنسبة لرول ون أنهم يحصلون فيها على 3 أهداف في أقل من 40 ثانية يا نواف. بالفعل صراحة الكثير من الاستفهامات وعلامات التعجب حول الأداء اللي قاعد يقدمونه إنفينيتي اليوم بعكس أدائهم بالأمس. هذا هدف جميل الآن من ماستن، ريست بعد تأخر بالكورة ولعب على المدافع، بعد كذا كيلرز برضو قاعد يفجر، لاحظ كيلرز قاعد يحاول يصيد حاتم بأي طريقة، يصدم فيه أو يخليه يتعثر ويشتته في دفاعاته. هدف رابع وبكذا أتوقع هذه كانت رصاصة الرحمة بالنسبة للفريق رول ون، هدف رابع والله شيء غريب، رجعت للي كنا نشوفه قبل. يعني بداية الجيم فعلا شيء غريب، بداية الجيم كان أدائهم أفضل بعد التايم أوت، تحسن واضح، لكن فجأة ومن حيث لا نحتسب 4 أهداف تنهال عليهم بشكل كبير. في يعني أنا نفسي أعرف إيش اللي صار من أمس لليوم يا نواف، هذا اللي أنا نفسي أعرفه صراحة. بالفعل يمكن زي ما قلت جاهزية اللاعبين ما كانت أفضل شكل من ناحية إنفينيتي. رول ون واضح أنه جهزوا المباراة هذه، واضح أنه مستعدين، واضح أنهم يعني درسوا اللعب الخصم بشكل كبير، لأنه يقفلون عليهم، قاعدين يقفلون عليهم من كل المجالات ومن جميع المساحات المتوقعة. يعني إنفينيتي أي شيء يبغون يسوونه دائما في أحد موجود، دائما الروس طاير لها ولا محسن مسبق ولا كيلرز في الدفاع يخلصها. هذا الشيء اللي عكس ده. في شيء أنا كمان ذكرت إنه لو ما كان تيم إنفينيتي بالجاهزية بيوم أمس حتكون مباراة من طرف واحد، مباراة مملة نوعا ما، خلينا نكون صريحين. هذا اللي قاعدين نشوفه، قاعدين نشوف سيطرة تامة من رول ون، مخلي المباراة كأنه ما في تحدي، ما في تشالنج من فريق إنفينيتي.
بخلاف يوم أمس شفنا منهم تحدي أمام فالكون. الآن مباراة من طرف واحد، فارق النتيجة يثبت هذا الشيء. الإحصائيات أمامنا كانت محسن بهاتريك هذه المرة، وهدف من كيلر. عدد تسديداتهم وصل لأكثر من 13 تسديدة مقابل فقط 4، يعني كم هائل من ناحية التسديدات. أوفا تألق بالسيف هذه المرة بأربعة، لكن في مرماهم 4 أهداف. يعني مواف في شيء غريب قاعد يصير، في شيء ما المفروض أنه يكون موجود عند إنفينيتي. يعني فريق زي هذا بالأمس اثبت لنا أنه عنده المقدرة أنه يهزم فالكون، لكن الآن بين لنا أنه مو ماخذين راحتهم بالهجوم. يعني الاستمرارية عندهم ما هي مستمرة، خلينا نكون صريحين، الاستمرارية كذلك ما هي مستمرة. ما في تشكيل خطر على المرمى، حتى لو ما هو ماخذ راحته ما قاعد أشوف منه تسديدة ولا أشوف منه مناولة. صحيح. تبين لي أنه إنفينيتي عنده المقدرة أنه ينافس رول ون. الآن هم في منطقة الخطر، والجيم الرابع بدأ، فرصتهم الأخيرة أنهم يحاولون أقل شيء يعوضون ولو بفارق بسيط. وهدف أول على طول في أول 9 ثواني، يوم تكلمنا أنه فرصتهم للتعويض، محسن يحاول يقتل آمالهم ويشتت أي طموح عندهم باقي في بالهم في الجيم الرابع والأخير، الجيم الحاسم بالنسبة لرول ون. ونشوف مع بعض إحصائية لرول ون أنهم يحتلون المرتبة الخامسة في تمرير الكرات في هذه البطولة بواقع تمريرتين تقريبا لكل مباراة. من ناحية الهجوم رول ون صراحة لا غبار عليهم، معروف الفريق هذا والعناصر اللي موجودين فيه، محسن كل الزروس وش ممكن يسوون هجوميا. الكل يتفق انه من اخطر المهاجمين عندنا في الساحة. الان حاتم بالهدف الاول لإنفينيتي، اخيرا شفنا منهم هدف صراحة، هدف جميل من حاتم، تسديدة كانت هذا ثاني هدف لهم نواه، تسديدة كانت مفاجأة، هذا ثاني هدف السلسلة كاملة والله. بالضبط سسبكت قدر يحصل على هدف، إيه لأنه اختفوا من الأهداف الجيمين السابقة. أنا حسيت إن مزمش إن هدف لهم الصراحة. أول مباراة قدر سسبكت يحصل على هدف فقط، وبعدها اختفوا حرفياً. عشان كذا أنا انبسطت مرة إن هذا، أنا قلت ليش بس ليه ردت فعلي كذا، بس فعلاً لأن حاتم جاب هدف الثاني اللي يعتبر السلسلة. الجيمين اللي راحت ما في ولا أهداف لإنفينيتي، هذا شيء جداً غريب. إنفينيتي مو قاعد يلعبون بالشكل الهجومي اللي دائماً توقع منهم. عموماً الآن هدف ثاني من رول ون، يوسعون في الفارق مرة أخرى، يرجعون بالمقدمة في أول دقيقة من هذه المباراة اللي ممكن تكون الأخيرة. إنفينيتي لازم يرجعون بأدائهم اللي شفناه فيه أمس يا أنس. الاستمرارية مفقودة، يعني يفتقرون الاستمرارية، لكن يحتاجون ريفيرس سويب، وهذا شيء مرة صعب 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 أمام رول ون. لكن يا أن تكون أو لا تكون، حاليا هم إنفينيتي. أتوقع صراحة أنه صعبة جدا على إنفينيتي، دائما نذكرها ونقولها، ريفيرس سويب على فريق مثل رول ون، فريق حصل على بطل الدوري، فريق حصل على بطل الرسيس الموسم السابق، فريق إلى الآن قاعد يفرض سيطرته على أجواء المباراة من بدايتها بفارق أهداف جدا كبير، بدفاع جدا صلب وعالي. فريق إنفينيتي الآن أمامه مو بس تحدي فول سويب، أمامه تحدي روس ومحسن وكيلرز أمامه، فهذا الشيء حيكون جدا 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 صعب بالنسبة لهم. الوقت ما هو في صالحهم، تكلم عن يحتاجون يفوزون 4 جيم إذا يبغون يأخذون السلسلة كاملة من رول ون، وهذا يكاد يكون مستحيل من لغة الأرقام وكذلك من مجريات المباراة وتحركات اللاعبين. هدف الآن ثالث جميل من اللاعب محسن ديمو، كان له فرصة في بعثرة الدفاعات الفريق بشكل سريع، وتدخل وانقضاضه بعد الديمو على الكرة من محسن، كنترول ولا أروع اللعب في الهدف الثالث من رول ون. إنفينيتي والله شيء غريب شيء غريب، أتوقع أنه تيم فالكون الآن ينظرون لهذه المباراة يقولون إحنا كيف انهزمنا من أداء إنفينيتي بيوم أمس، واليوم شفنا أداء قليل منهم صراحة. يعني لأنه يا نواف إنفينيتي أمس باليوم فريق ثاني، تحس إنه فريق ثاني، كأنه سلموا الكنترولر للاعب آخر. يعني ما هم أنا لازم نجلي الوضع بحكم إنه والله ما ترحم أنت. لا شوف، يعني بكل أمانة، يعني إنفينيتي أمس كان عندهم عنصر مفاجأة، أنا أشوف إن هذا الشيء مرة ترى مهم بالسالفة. واليوم عنصر المفاجأة اختفى. إيه يا أخي، رول ون متوقعين إن إنفينيتي يعني فريق قوي، يعني ما جوهم حاطين في بالهم إنه والله بيفوزون 4، لا، رول ون جايين بعقلية إنه هذا الفريق فاز على تيم فالكونز، لازم ناخذه بكل جدية.
دام قدروا يخرجون فالكونز فممكن يعني والون ما راح يستهينون ابد. انفينيتي اكيد انه مو بنفس الاداء اللي شفناه امس، هذا الشيء اتفق فيه، بس فوزهم على فالكون يعني انت كانك تقول قبل شوي ان فوزهم بالحظ او ان فالكونز يعني كيف خسروا من انفينيتي فريق سيء او شيء، لا لا انا اشوف انه لا انا ما اقول انه فريق سيء بس انه من جد ترى يعني قد يكون الحظ يا نواف، قد يكون تراجع من ناحية ما المستوى ما فالكون في جيم واحد فقط. طيب انت ما تؤمن بالحظ؟ على اي اساس تقول انه مثلا اوكي يلا فالكون انهزم يوم امس لكنه رجع فاز وهذا ما يعني انه مستوى نازل؟ انت ذاكرها بنفسك يعني، فهذا الشيء هذا الشيء يعني لانه تقريبا الى الان من مجريات المباراة هذه ان انفينيتي فرصتهم تكاد تكون مستحيلة، وانا اجزم تماما انك تتفق معي في هذا الشيء انه ما في ريفيرس سويب لانفينيتي في هذه اللحظة. والله صعبة ريفيرس سويب صعبة مرة، لكن أنا كنت أؤمن أنه ممكن يأخذون جيم صراحة طوال السلسلة، وهذا هدف ثاني الآن من إنفينيتي يعزز للاحتمالية هذه. فرصة كانت جميلة، لاحظ العمل الجماعي اللي قاموا فيه، أوفا لحاتم، حاتم السسبكت، هذا الشيء اللي انتظره طوال السلسلة منهم للأمانة يا أنس، هذا الشيء اللي نسأل عنه، لكن اختفاء تام طوال السلسلة مع هذا الجيم هذا تقريبا في ظهور الآن مجددا في إنعاش صار لروح إنفينيتي القتالية، لكن دبل كوميت هذا الشيء راح يتعاقبون عليه بلا شك. الآن في مرتدة سريعة، تراجع بشكل كبير من إنفينيتي اللي تصدر هذه الكرة من الزاوية، الآن محسن موجود لكن حاتم يخلصها بدون أي بوز، حاول يقرأ البلوك لكن روز كان أسرع أوفا في التخليص والإبعاد نصف الملعب تقريبا، كيلرز وقف الكرة بنصف الملعب، تراجع الآن الكرة عند محسن، فصعبة احتمالية الريفيرس سويب مرة صعبة، تكاد تكون مستحيلة زي ما قلت أمام رول ون. لكن اصلا حتى جيم الان انهم ياخذون جيم صعبه باقي دقيقه ممكن صراحه ما هي مستحيله انهم ياخذون جيم الجيم هذا بالتحديد الفرصه الاخيره بالنسبه لهم، لكن اكيد رول ون الان راح يحاولون يحافظون على النتيجه بكل الطرق، ما يبغون يطلعون بهذا المنافسه الا بالريفير بالسويب عفوا الكامل في هذه البطوله كامله. رول ون ما خسر الا جيم واحد في الجوله الاولى امام فريق وولف، فهذا شيء صراحة جدا مبهر يا أنس. إذا تمموها الآن، إذا فازوا فول سويب الآن في نهاية دور الفائزين راح يكون واصلين للجراند فاينل بهزيمة واحدة فقط، جيم واحد فقط، ما خسروا ولا جيم إلا جيم واحد، فهذا الشيء صادق. هذه حتكون في صالحهم صراحة أكيد، أكيد حتكون جدا في صالحهم، يعني بطل الموسم السابق يجي بكلين شيت فقط مباراة واحدة أو جيم واحد اللي قدر يخسره راح تكون لصالحهم بشكل جدا كبير، خصوصا انهم الى الان سيطروا وهيمنوا على المباراه. اقدر اقول بكذا انتهت هذه المواجهه بفول سويب من فريق رول 1 على فريق انفينيتي اللي كان له فرصه جدا كبيره بانه يقدم اداء قوي مثل ما قدم بالامس، لكن هذه المره رول 1 استحقاق الفوز بفول سويب على فريق انفينيتي. مجريات المباراه رائعه، 4 أهداف للمره الثالثه من فريق رول 1، هدفين لكيلرز، هدفين لمحسن في الجهة الأخرى فقط، هدف عند حاتم وهدف عند ساسبكت. صراحة نواف المباراة لعبت بأفضل حال من رول 1. أنا يعني أنه